السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم اليوم مصنع كريتيفال للألمنيوم في مدينة الرياض. كنا سابقا سجلنا فيديو للسكاي لايت المتحركة وتم عرضه على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدثنا فيه عن السكاي لايت المتحركة والتي تتكون من 3 ظلف متحركة وظلفة ثابتة، وتتحرك هذه السكاي لايت تتحرك اوتوماتيكيا بموتور كهربائي. الآن الظلفة الأولى تتحرك، ثم بعد ذلك سوف تتحرك الظلفة الثانية والثالثة، ويتم تصفيتها جميعا تحت الظلفة الرابعة الثابتة في نهاية السكاي لايت. طبعا التحكم بموتور السكاي لايت يتم بواسطة الريموت كنترول. عندما تم عرض الفيديو السابق على وسائل التواصل الاجتماعي جاءنا استفسارات من متابعينا الكرام أنه في حال تعطل الموتور الكهربائي للقبة السماوية ما العمل؟ كيف يمكن لنا أن نقفل السكاي لايت؟ هل هناك طريقة لقفلها خاصة إذا ما كان هناك أمطار؟ فإذا لم تقفل السكاي لايت سوف يؤدي ذلك إلى تهريب المياه إلى داخل المنزل. طبعا الآن السكاي لايت وصلت إلى النهاية، تتوقف الآن الظلف، يتم قفل الظلف الآن. طبعا نحن عندما بدأنا في تصميم السكاي لايت وضعنا في اعتبارنا جميع المشاكل التي ممكن تحدث مع عملائنا الكرام أثناء استخدام السكاي لايت، وأوجدنا لها الحلول. ومن ضمن هذه الحلول أنه في حال توقف السكاي لايت عن العمل، تعطل الموتور مثلا أو لأي سبب آخر توقفت عن الحركة أثناء إقفالها وقبل إقفالها بصفة كاملة، أي أن السكاي لايت لا زالت مفتوحة وتوقف الموتور، في هذه الحالة سوف نقوم بإقفال السكاي لايت بواسطة يد تتحرك يدويا. الآن سوف نعتبر أن السكاي لايت تعطلت عند هذه المرحلة من الإقفال ونريد إقفال السكاي لايت، ففي هذه الحالة نقوم بإحضار الذراع أو الهاندل الخاصة بإقفال السكاي لايت يدويا، ويتم تعليقها مع البراكة العلوية، ومن ثم نقوم بلف بتدوير هذه الذراع وتبدأ السكاي لايت بالحركة يدويا. الآن ظلف السكاي لايت تتحرك، الظلف الآن تتحرك وتقفل بطريقة يدوية كما نشاهد، إلى أن يتم إقفال السكاي لايت بطريقة كاملة ومحكمة. بعد ذلك يمكن للعميل أن يقوم بالاتصال بنا بشركة كريتيفال للألمنيوم، ونقوم بعمل جدولة لصيانة السكاي لايت له، ومن ثم إرسال فريق الصيانة لعمل صيانة لهذه السكاي لايت. طبعا هذه عملية الإقفال أو الفتح فقط تتم في حالات الإمرجنسي، تتم يدويا، إنما الطبيعي أن يتم تحريكها بواسطة الموتور الكهربائي. الآن كما نلاحظ الآن السكاي لايت يتم إقفالها يدويا، الآن وصلت إلى المراحل النهائية في عملية الإقفال. طبعا نحن أوجدنا هذا الأوبشن أو هذا الخيار حرصا منا على راحة عملائنا الكرام، وحتى لا نسبب لهم أي إزعاج في حال تعطل السكاي لايت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.